النهارده عندنا شقه للبيع في فاجيك، ثلاث غرف وصاله، بتيجي معاها حديقه خاصه. الحديقه بتاعتها من الشجر اللي هناك دوت، كل دي كده لحد من بعد الشباكين من عند الماسوره ديت، كل دي الحديقه بتاعتها. مساحتها جدا كبيره الحديقه، ثلاث غرف، بيجي معاها ثلاث حمامات، نظام دوبليكس، مطبخ منفصل لسه كمان هيتحط فيه سور هنا كده هيتحط، ودي كمان لما يتزرع فيها شجر تبقى جدا ممتازة. الحديقة زي ما شايفين مساحتها كبيرة، الحديقة بقدر اخرج لها من الصالة او من المطبخ. هنبدأ تصوير من عند باب الشقة افضل. عندي هنا ده مدخل الشقة، ممكن هنا نحط ده مكان هنا للدولاب. بيجي عندي حمام صغير، حمام ضيوف، ممكن نغيره الأفرنجي عادي. عندي في الطابق ده حمام ومطبخ وصالة، وفوق ثلاث غرف معاهم اتنين حمام. نيجي بعد كده هنا ده المطبخ، مطبخ مساحته كويسة كبير. ده شكل الدولاب. داخل المطبخ بيبقى فيه مخزن مساحته كبيرة، ومكان للسخان أو التدفئة بتاعت الشقة. برضو أنا معايا من هنا لحد بره، بخرج لحد الحديقة، ممكن الجزء ده نقفله إزاز. في هنا شقق اتباعت، الناس قافلين الإزاز، مخلين شكلها جدا جميل. هنيجي بعد كده نشوف الصالة. بيجي هنا عندي ديت الصالة، الصالة مساحتها كويسة. من هنا بقدر اخرج برضو للحديقة. هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق. عندي هنا ثلاث غرف، بيجي معاهم ثلاث حمامات. عندي هنا ده حمام، حمام مساحته كبيرة. ده مكان جزء ممكن نستخدمه نحط فيه دولاب. هنا دي غرفة رقم واحد، تعتبر دي أصغر غرفة. بنيجي هنا دي الغرفة رقم اتنين، بقدر اخرج منها البلكونة، بس هنخرج من الغرفة الماستر. عندي هنا دي الغرفة الماستر، فيها الحمام الخاص بيها. ورا الباب في مكان الشاور، وهنا دي بلكونة. مشتركة مع الغرفة النوم اللي جنبيها. وعندنا تحت هي دي الحديقة الخاصة بالشقة.